رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، وطبعا من الطاقات البشريه الكامنه راح ان شاء الله ناجلها للفقره الثانيه. ويانا الحين الضيف العزيز استاذ صابر البطاش، الرئيس التنفيذي لمجموعه الديوان الملكي للعطور. يا هلا ومرحبا بك وصباحك ورد. هلا بيك، الله يطول عمرك. يعطيك العافيه يا استاذي، وحابين طبعا نعرف بدايه مشروعك هذا وكيف بدا باذن الله. احنا طال عمرك بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدينا كمشروع صغير في 2004 كمؤسسة وطنية، والحمد لله بدينا باسم علي القمر للعطور، واخذنا شهرة واسعة في 2004-2005 باطلاق منتجات متميزة. وتدريجيا الحمد لله من محل صغير اجتهدنا في المعارض، يعني المعارض التي تقام في الدولة دخلنا بقوة وشاركنا وروجنا، الى ما الحمد لله فتحنا فرعين، الى ان فتحنا فرع في دبي مول. ومن دبي مول الحمد لله بداية انطلاقة، وتوسعنا على مستوى الخليج، يعني من الكويت الى السعوديه الى البحرين الى عده دول في الله سبحانه وتعالى، الى لندن وصلنا، يعني الحمد لله ما شاء الله عليكم. من محل صغير الى وتباركنا في الله سبحانه وتعالى، ثم فضل حكامنا جزاهم الله خير يدعم الشريعه المواطنين، الحمد لله تلقينا كل الدعم في الله سبحانه وتعالى. ممتاز. طيب سيدي صابر البطاش، لو حابين نتكلم عن العود، هل هو نفسه في كل مكان في العالم ولا له مثلا مورد من كل دوله بشكل ورائحه اخرى خلينا نتكلم عنها؟ والله العود عود يعني، ولكن صار في نوع صناعي وفي تجاري في اصلي. العود طبعا الداكن يكون بني للاسود والاصلي، يعني بالذات من الهند، احنا اكتشفنا العود من الهند. في عندك افضل جوده اللي هو دبل سوبر، وطبعا يختلف شيء طبيعي بين تاجر لتاجر، في مغشوش في صناعي في تجاري، وطبعا في النهايه ما شاء الله يعني الشعب الخليج عندهم خبره واسعه في مجال العود، وعارفين يعني عارفين يميزون بين الاصلي والمقلد، ولكن في النهايه عود عود نفس الشيء من عده دول، ولكن في اختلاف بعض الالوان زائد القوه، يعني من ناحيه دبل سوبر او سوبر او ما شابه ذلك. ممتاز. اذا انت تكلمت وقلت ان الناس لهم اعظميه انهم يدرون ان نعم. هذا العود اذا مغشوش ولا لا، عني انا كيف اعرف؟ والله ترى باللون، باللون والثقل بتشوف من اللون، فهمت علي؟ ممتاز. يعني مثلا الصناعي تحس في ثقل، واللون شيء الاسود، يعني بكل وضوح بتعرف ان هذا يسمى تقريبا شبه صناعي، بالاضافه للريحه، طبعا من الريحه بتعرفين جوده الهندي الاسامي او مثل ماليزي كمبودي من روائح. واحنا كخبره يعني واسع في المجال، يعني من 8 سنوات مع الزباين لاحظت ما شاء الله عليهم عندهم خبره واسعه في مجال معرفه الاصلي والصناعي والتقليد والجوده. يعني حتى حاليا معظم الناس في المحلات يسوون دبل سوبر دبل سوبر، قليل ما يسألون سوبر او يسألون مثلا كمبودي، لا كلهم هندي دبل سوبر. ممتاز. اذا سيدي صابر البطاش، احنا لو بنتكلم ان انت تملك ما شاء الله مجموعه الديوان الملكي للعطور، وانتم ايضا من احد الرعاه الرسميين لهذه الحلقه، وطبعا لمده الاسبوع ان شاء الله راح تكونون متواجدين ويانا عبر عطوركم القيمه اللي تقدمونها للفايزين ان شاء الله. يا ريت تكلمنا عن الدولة اللي تعتمد فيها كمورد ان انت تستلم منها العود، شو الدول يعني مثلا اللي انت ممكن تستورد منها العود وتثق فيهم وضمان جودتها؟ الهند. الهند. نعم. افضل عود على وجه الارض الهند. ممتاز. وهل له مميزات وهل له رغبة وطلب من الزباين ايضا؟ اي نعم، تقريبا 70% من الزباين ل 80% كلهم يبون عود هندي. سواء ده العود او العود يبون من الهند والافضل. نتكلم عن مجموعة العطورات، طبعا أنا في بداية الحلقة أقول أن مجموعة الديوان الملكي وفرت العطور الرجالية والعطور النسائية، يا ترى لو بنقول ميول النساء، شو الأنواع اللي يحبونها النساء وشو الأنواع أيضا اللي يحبونها الرجال في استخدام عطوراتها؟ والله النساء أكثر شيء تعرف الورد والياسمين والسبايسي، والرجال العكس، فهمت علي؟ يحبون أكثر شيء مثلا اللي فيه عود عنبر، ولكن احنا دائما ومو بشرط يعني على حسب الدولة، يعني احنا ترى حتى عطوراتنا السعوديين في يعني مجموعه كبيره للسعوديه، في للكويت، في للامارات. ممتاز. سبحان الله كل دوله وحسب، مثل السعوديين ما شاء الله ادمان عليهم على العود. حلو. العود حتى المخلطات عكس الامارات، الامارات اوكي يستخدموا العود بس مو بشكل كبير نفس السعوديين او الكويتيين. يعني المعادله صعبه، دائما نحن معروفين في الامارات ان احنا نحب العود والمعتج وكذا، بس الحين كدوله الامارات كنسبه مبيعات شو تحس ينتمون ويحبون ان ياخذونه؟ والله يحبون لايت صراحه، الامارات ما يحبون مثل باقي الشعوب مثل السعوديين والكويتيين، يحبون الشيء الخفيف. ممتاز. اذا لو احنا نتكلم عن العود وموعد يعني حلقتنا في هذا اليوم تدخل بين روائح العود والعطور اللي توفرونها طبعا لنا ولا
الفائزين في هذه الحلقة وفي نهاية برنامجنا. طبعا كل خميس يجري السحب وكلهم مستانسين على أن كل خميس راح يكون في سحب من مجموعة الديوان وباقي العملاء وكذا. فياريت لو نتكلم أن العود هل هو موجود في كل خلينا نقول عطوركم أو مثلا الأشياء اللي تتوفرونها في محلاتكم؟ لا والله تقريبا نسبة 20% من منتجاتنا فقط، لأن ترى ما أدري على رغبة الزبون، في ناس يحبون العود، في ناس يحبون لايت، في ناس سبايسي، يعني على حسب الفئة. ف20% من منتجاتنا نركز فيه عليه في عود. ممتاز. طيب أضمن وأجمل العطور المختارة يا ترى تكون قائمة شرائها من النساء ولا الرجال؟ يعني أفضل عطر ممكن أن نقول خلينا حاز على نسبة المبيعات النساء. النساء دائما نحن معروفين بهذا الشيء. سيدي تحب تضيف إضافة على مثلا جودة منتجاتكم، خلي الناس تعرف أكثر عن الديوان الملكي للعطور؟ والله الديوان الملكي بفضل الله سبحانه وتعالى بعد 8 سنوات من الإنجازات والتوسع اليوم وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى لندن. فتحنا الشركة تابعة للمجموعة وستن فالي افينيو لندن، والحمد لله الفترة الماضية وقعنا عقد مع الإعلامي الكبير جورج قرداحي، والمشروع اللي قدامكم المشروع فاخر فاخر جدا. ممتاز. يعني تم يعني قابلت والله كل تجار الخليج، يعني منهم الخبراء الكبار. مثلا من يومين والله كنت في البحرين قابلت السيد عبد الوهاب الحواج، ملياردير بحريني وما شاء الله عليه، رجل خلوق وفاهم الى الدرجه، مدح المنتجات كفخامه. انه وصلنا تقريبا احنا المرحله الثانيه كاسم عربي، اول اسم الاقوى الاسم العربي اللي صعب. نحن اليوم جورج قداحي وصلنا المرحله الثانيه بلا منافس بعد اللي صعب، ومنتجات فاخره يعني جلد ايطالي، كل تفصيل من ايطاليا، والعلب، فخامه العطور، والحمد لله في اقبال شديد شديد جدا على منتجات قرداحي. يعني ما ابي ابالغ كوني اني صاحب المنتج، ولكن اذكر في سوينا مؤتمر في الكويت خلال يومين كان بحضور قرداحي، الكميات ما تبقى ولا غشه من كثر ما طلب على منتجات جورج قرداحي. وان شاء الله يعني 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 نتوقع نجاح كبير بصراحه. يعني وانت شفت المنتجات طبعا؟ طبعا احنا شفنا المنتجات وجربناها طبعا. نعم. وصلنا البارحه استلمنا العطور اللي وفرتوها. نعم. لنا وجزاكم الله خير. الله على هذا الشيء الطيب اللي وفرتوه لنا كمذيعات وطبعا كطاقم عمل. نحب نشكركم عليه. ونصيحه اخيره تقدمها لكل اللي يفكر انه يبدا بصنع مشروعه في تجاره العطور؟ والله انا انصح الاول شيء الاستخاره والاستشاره، بالاضافه الجوده. الواحد اتقن في عمله واخلص في عمله، يعني انا ما بخل. مثلا احنا كمجموعه ديوان ملكي اغلى زيوت عندنا، اللي طبعا لو دخلنا في تفاصيل منتجاتنا بالذات جورج قرداحي بنغرق في تفاصيل، ولكن جبنا شركات فرنسيه وشركات بريطانيه اغلى انواع الزيوت، زيوت غاليه جدا وجوده، حتى الاقمشه والجلد من ايطاليا، يعني صرفنا الملايين، ولكن في النهايه ينبى الزبون فعلا مدح من الزباين، يعني حبوا منتجاتنا، شعروا فعلا القيمه اللي الواحد اللي دفع بالمقابل حصل منتج فاخر. الجودة. وطبعا هذه المنتجات الفاخرة مثل ما احنا نشوف على الشاشة ظاهرة العود والعطور وأنواع جدا، أحس أنها لها جودة جيدة. وأيضا طبعا أنت تقول خسرتوا الملايين ونحن نستاهل، نحن نستاهل طبعا أن نوصل لقمة مستواكم ولقمة اختياركم وأذواقكم في اختيار العطورات. أيضا حابين نتكلم عن مجموعاتكم الجديدة لو من وقتك تسمح لنا ناخذ كم من دقيقة نتكلم عن المنتجات الجديدة والمنتجات اللي ممكن أنها تنزل إن شاء الله طبعا العيد جرب عقب كم من شهر بإذن الله، يمكن 3 شهور. خلينا نشوف اجدد منتجات الديوان. والله اجدد شيء حاليا احنا قاعد نقفز مرحله ثانيه، عندنا قوالب كريستال شغالين عليه. طبعا هل القوالب كريستال قوالب فاخره جدا. ممتاز. طبعا هذا فكره جديده من الحرمه، من زوجتي، يعني هي اللي تعرف ما شاء الله احنا نستشير دائما الحريم. الخبره والذوق كله من الحريم، اكثر يعني ذوقهم اكثر من ريايل طبعا. فلنا يعني ان شاء الله باذن الله المنتجات الجديده ان شاء الله نتمنى في رمضان وبعد رمضان منتجات نيو لاين، يعني بيكون بندخله في باريس جاليري، اكبر محلات الكبرى سواء في الخليج او حتى في لندن ان شاء الله. هاي مرحله ثانيه. وهذه طبعا المنتجات اللي تظهر على الشاشه نشوفها من اجدد منتجاتكم واروع الكوليكشنات الموجوده حاليا في الديوان الملكي. نعم بارك الله فيك. يا ريت تعطينا نبذه ياسين نشوف الحريم ما شاء الله يجلبون هذه المخمريه. اي نعم المخمريه ما شاء الله كذا خفيفه حتى يمكن طريقتها وطريقه صنعها. لا والله طلب عليه بالذات الاماراتيات ما شاء الله، يعني يحب لهم خبره في المخمريه واختيار انواع عطورهم. ممتاز. اذا حتى الكريستال مثل ما ذكرت انه له رواج هائل في المحل. نعم. وله طلب كبير. خلينا نقول ان الكريستال ممكن انه يستخدم في المناسبات والافراح باذن الله. الله يرزق الجميع ان شاء الله بكل سعاده وبكل خير. فنبذه بسيطة وأخيرة عن الكوليكشن الجديد إن شاء الله متى بينزل؟ احنا حابين نعرف. متوقعين إن شاء الله نهاية رمضان بإذن الله تعالى. نهاية رمضان.
نهاية رمضان إن شاء الله راح ينزل الكوليكشن. بس مجموعة فاخر يعني، أقول بيكون بس حصريا في باريس جاليري، الحواج، المحل هارفي نيكلز، يعني المحلات الكبيرة. ممتاز، إذا راح يكون لكم أيضا تعاون ما بين هذه الشركات الكبيرة. نعم. على أساس تنعرض منتجاتكم وسهولة الشراء. نعم. توفرون البيع عن طريق البلاك بيري أو مثلا الإنترنت، الفيسبوك، من هاي الوسائل؟ إيه نعم، إحنا والله حاليا بعد بصدد نوقع عقد إن شاء الله مع السيد زياد من أكبر صاحب izod.com، هم يعني بيفتح موقع من أكبر مواقع في الإمارات، موقع يعني حتى ما شاء الله عليه متوقع 100,000 زائر يوميا، وراح يتولى حصريا توزيع منتجات على مستوى الوطن العربي. موقع قوي جدا وصارف رجل ممكن ما يقارب 4-5 مليون دولار على الموقع الجديد، هو راح يكون هو الوكيل الحصري للمجموعة والشراكة بينه وبينهم يعني. ممتاز، إذا نحن نتوقع وصول الكوليكشن الجديد قبل رمضان إن شاء الله بفترة بسيطة راح يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. وخلنا نتكلم عن بس آخر سؤال، أنا ما راح أطول عليك، لا لا عادي أنا أحب العطور وأحب أندمج في العطور، وأتوقع أيضا المشاهدين يحبون العطور. نعم. يا ريت لو تكلمني عن العطر اللي بالفعل تحس إنه مميز سواء كان للنساء والرجال. طبعا تعرف أنت الرجال يشيلون عطر الحريم ويتعطرون عايبتهم الريحة. نعم. فأنت يا ريت تخبرني كيف ممكن أن نميز أن هذا العطر يناسب النساء والرجال، وأفضل عطر ممكن أن نحن نختاره للنوعين. والله إن عطر اسمه استلود. ممتاز. هذا العطر سبحان الله، يا ليت له نفس، يا ليت له كل عطوراتي نفس العطر هذا استلود. حلو. يعني دائما اوت اوف ذا ستوك، يعني طلب عليه سبحان الله، يعني دائما دائما عندنا معاناه، حتى محلاتنا الجمله الخليج يشتكون مش قادرين نوفي من كثر ما عليه طلب. بعد المنتج هذا عندنا عطر قرداح اللي هو روزا، كذلك درجه ثانيه بعد عطر استلود ما شاء الله عليه. يعني بعض الحين توافيق، أنا أذكر سنة 2004 أول ما أطلقنا عطر فزاع، شو تذكرين عطر فزاع؟ أتذكره، كان له صدى كبير الحمد لله. مش صدى يعني، إحنا أصلاً اشتهرنا إحنا المجموعة الديوان ملكي، وصلنا للسماء من وراء عطر واحد، عطر فزاع. الحمد لله. بعض الأحيان سبحان الله رزاق العطر تتبارك وما تلحق يعني، والحمد لله. الحمد لله. الله يوفقك يا رب يا أستاذي فيك. صابر البطاش، طبعا كانوا يانا في هذا اليوم صابر البطاش المالك لمجموعة الديوان الملكي للعطور النسائية والرجالية. فاصل ونرجع نتواصل، خليكم دائما متواجدين ويانا.